عايزه اقول لكم يا جماعه، الشيف حسن حسونه ان شاء الله بسلامه الله كده هيسافر الاسبوع اللي جاي كله، رايح السعوديه، عقبالنا يا رب. واللي هيحصل ايه بقى؟ طبعا يعني من ضمن الاقتراحات اللي اتقالت ان انا اللي اعمل الاكل في المطبخ وبتاع، بس طبعا هتبقى مساله يعني مش انا بعرف اطبخ على فكره، واتحدى يعني، بس هو المشكله هتبقى في ايه؟ في التحضير والبتاع والحاجات والحاجات كده. فالحقيقه احنا اقترحنا مع بعضينا كلنا اسره الاعداد وانا وكده ان احنا نستضيف كل يوم من الايام الخمسه اللي هيغيبهم حسن ربة منزل او موظفه او يعني، وتعمل لنا اكله. وفي نهايه الخمس ايام هتبقى المسابقه اللي بينهم مين طلع احلى اكله. طبعا انتوا كمان هتشاركونا في الموضوع ده وتبعتوا لنا فوت مين، او على الاس ام اس مين اللي اكتر واحده عجبتكم في طريقه اكلها. وانا بالنسبه لي انا هبقى قاعده ساكته يعني، طبعا هعمل دردشه مع الهانم اللي هتجينا، بس هبقى بعيد يعني ماليش دعوه بقى، هي تتصرف لان دي مسابقه، ولا هساعدها ولا اعمل لها حاجه. تايمينج كمان لازم يكون اقل من نص ساعه ومع طعم وبراعه الاكل.